السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا النهارده 3 اخبار. الخبر الاول عن تطورات الحاله الصحيه للراقصه دينا، والخبر الثاني عن اصابه الاعلاميه رضوى الشربيني وعائلتها بفيروس كورونا، والخبر الثالث مؤسف شويه عن الفنان حسين فهمي. يلا صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا اول خبر. الخبر الاول هو عن الراقصه دينا وتطورات حالتها. دينا في البدايه اعلنت على صفحتها الشخصية انها مصابة بكورونا، وبعدها قالت عن حاسة بهمدان في الجسم ودرجة حرارتي مرتفعة، وفعلا عملت المسحة وطلعت ايجابية. حالتها متدهورة، دخلت على اسرها المستشفى ودخلت عملوا لها اكسجين وكل اللوازم اللي مفروض تتعمل للاصابة بكورونا. ابنها الوحيد علي طلع وقال لو سمحتم ادعوا لوالدتي لانها فعلا تعبانة، ولكن دلوقتي هي اتحجزت في غرفة عادية وما بقتش موجودة في العناية المركزة. حالتها بدأت تتحسن وبدأت تتماسل للشفاء. في عينة هتتعمل خلال 24 ساعة، من بعدها يعني هيتأكدوا لو المسحة سلبية أو إيجابية، وبعدها هيتم خروجها من المستشفى ومع متابعة طبعا حالتها. ندخل بقى الخبر الثاني وهو عن الإعلامية رضوى الشربيني، بس من فضلكم لو سمحتم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك. إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بكورونا. في البداية هي عملت التحاليل المطلوبة لما حست وشعرت بأعراض الفيروس بتاع كورونا، وبالفعل حجزت نفسها عن بناتها وعن أسرتها علشان عرفت إن هي عندها كورونا، ولكن للأسف بعدها بيوم تطورت الحالة واتضح إن والدتها أصيبت بكورونا وشقيقها أخوها اتصاب هو كمان، وللأسف بناتها الصغيرين الاتنين هما كمان اتصابوا بكورونا. حاليا حالة رضوى الشربين هي محجوزة عزل منزلي في البيت عادي، ولكن والدتها دخلت العناية المركزة بعد انخفاض الاكسجين لديها بدرجة كبيرة جدا بعد اصابتها بكورونا. طبعا دينا رضوى الشربيني هي قالت على صفحتها انا مش زعلانة عن اصابتي بكورونا، لكن انا حزينة ان والدتي هي كمان اتصابت، لان انا عارفة ان انا اللي نقلت العدوى، لان بحكم شغلي وبحكم اختلاطي مع الناس انا اللي نقلت الفيروس للناس اللي موجودة في البيت كلهم. وطبعا بناتها الصغيرين دلوقتي محجوزين هم كمان عزل منزلي، ربنا طبعا يقومها بالسلامة. ممكن ناس كتيرة جدا تعترض معايا عن موضوع رضوى الشربيني ويقولوا انها بتهاجم الرجالة وانها، ولكن في المرض مفيش يا جماعة شماتة. المرض ده ممكن كلنا نتصاب بيه في لحظة، ربنا يعافينا ويعافيكم. هي ده المنشور اللي هي كتبته، ادعوا لها بالشفاء وهم وكل المصابين. وندخل دلوقتي الخبر الثالث وهو عن الفنان حسين فهمي وتطورات الحالة لديه. طبعا بعد دخوله المستشفى بالأمراض النفسية والعقلية بعد إصابته، هو ما تصابش بحاجة غير مجرد انهيار عصبي. كان في البداية عنده انهيار عصبي بعد وفاة عزة العلايلي، انهار جدا بعد وفاته. دخل بعدها عاد المستشفى ما فيش عنده أي حاجة، ولكن اتضح انه بعدها اتحجز في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، يعاني من انهيار عصبي. طبعا هو حالته مش كويسة للأسف، وده من مصدر مقرب منه قالوا ان هو بيمر بحالة نفسية صعبة جدا ودخل فيه غيبوبة، ولكن اول ما فاق من الغيبوبة طلب من كل الموجودين في المستشفى انه لازم يروح بيته وانه عايز يكمل علاجه في البيت. وفعلا بعد الوقت ده انتقل في بيته وبيتعالج في البيت، على الرغم ان الاطباء كلهم بيحاولوا يقنعوه انه لازم يرجع المستشفى علشان يبقى في متابعة دائمة، لكن هو معظم الوقت بيتخيل تخيلات، ومعظم الوقت متوتر ومتعصب جدا ومش حاسس باي حاجة حواليه غير انه عمال يفتكر كل الناس اصدقائه اللي توفوا في الفترة الاخيرة، وده كلام مصدر مقرب منه. هو حاليا بيتعالج في المنزل، ولكن هو حاليا بيعاني من اكتئاب شديد جدا وحاسس بعزلة وحاسس بوحدة، وبيتهيأ له تهيؤات وبيحصل تخيلات في دماغه. هو ده من مصدر مقرب منه. طبعا انا بناشد ان اي حد قريب منه يقرا له قرآن دائما جنبه، وطبعا زي ما هو ليه عليه حاجات وحشة اكيد عليه حاجة كويسة، اكيد ربنا كان ألهمه انه يعمل حاجة كويسة في حياته. ادعوا له بالشفاء وما تشمتوش في اي حد مريض، وانا كمان بتمنى لكم كل الصحة وكل الخير وكل الدعم. بشكركم جدا على دعمكم وعلى وقوفكم جنبي. انتم عيلتي التانية اللي انا بشكرها جدا، شكرا جدا ليكم. سلام عليكم.